لا انت ما شاء الله يا كابتن محقق، يعني انا فاكره في سلسله انتصارات 100 ماتش ورا بعض، يعني النادي الاهلي انتصر فيهم، فما شاء الله حضرتك يعني محقق تاريخ كبير مع النادي الاهلي، كان جمهور النادي الاهلي يعني فرحان بده جدا. يعني والله الحمد لله، برضه ده نتاج مجهود، مش مجهود انا لوحدي، ده لعيبه وجهاز واداره كمان دعمت جدا جدا الفرقه وكوب بتدعم وما زالت تدعم يعني الفرقه. وموضوع ان 102 ماتش ده مش سهل، يعني انت تقعد سنتين وثمان اشهر كاملين في مختلف كمان البطولات، في يعني مختلف البطولات، ان انت ما تخسرش ماتش ده صعب مش سهل، عايزه مجهود. والحمد لله يعني مش عايز اقول لك ان احنا برضو في كذا رقم قياسي، يعني احنا اكتر فرقه محققه بطولات في العالم، اكتر فرقه محققه بطولات قاريه في العالم، فدي طبعا انجازات مش اي حد او اي فرقه في العالم تقدر تعملها. يعني ما شاء الله حضرتك محقق يعني اكتر من 33 بطوله باين مع النادي الاهلي، ايه اكتر بطوله كان نفسك تحققها بس يعني ما قدرتش، كان نفسك تحققها جدا بس يعني ما قدرتش تحققها لحد دلوقتي كلاعب وكمدرب برضو؟ يعني كلاعب بطوله العربيه، كان كنا ساعتها مع الكابتن فؤاد تقريبا، كان نفسي احققها ما اتحققتش غير يعني بعد سنه 2001، لكن الحمد لله الواحد حقق كل البطولات. يعني حاجه معينه كده لا، الحمد لله بطولاتنا الحمد لله وساعدتنا كتير جدا في كره الطايره، لكن ما اي بطوله بخسرها ببقى زعلان عليها، اي حاجه بخسرها حتى لو بلعب بيلي اي ماتش في اي لعبه طبعا. تلعب كرة قدم يا كابتن؟ يعني ساعات مثلا بعد التمرين بتجمع صحابك حاليا؟ لا حاليا لا، عارف انت لا بتحب بصراحة. الكرة جدا، انا أنا بحب بشوفك الكرة بتتابع جدا كمان وبتفرج الماتشات النادي لا الاهلي، يعني ممكن تروح الاستاد وتتابع قوي وتهتم. انا فاكره كنت في مره كنت مع حضرتك في التمرين كنت بسالك على حاجه وكنت عايز تطلع بسرعه عشان تتفرج على الماتش اي ماتش برضو للنادي الاهلي في الكوره بتابعه جدا، وحتى بتابع حتى في على الموبايل كده لو في اي ماتش مهم بتابعه، لكن حاليا انا لا ما بلعبش، يعني ممكن اخش الجيم شويه كده مع الشباب وهم داخلين، لكن كوره كده وممارسه بقت صعبه شويه. زمانية